محمد عبد الله العنجري، رئيس مجلس إدارة شركة محمد عبد الله العنجري التجارة العامة والمقاولات. طبعا احنا اول ما بدينا بشركة محمد عبد الله العنجري بدينا بقطاع الملابس الفاشن الريتيل. طبعا اسسنا اول ماركة ملابس عالمية مسجلة عالمية ديرندير الحمد لله، واخذت شهرة واسعة بالكويت وبالخليج. الصناعة قاعد نصنع من نفس المصانع العالمية اللي تصنع حق الماركات العالمية، الجودة نفسها، ولكن الديزاينات ماخذين لاين معين احنا من الديزاينات اللي قدرنا نوصل الهدف الأساسي وهو شريحة الشباب، وقدرنا لحد الآن نفتح 4 محلات في الكويت. بعدها حاولنا أن نربط الفاشن بالقطاع المطاعم بس بشكل حلو، مثل ما الماركات العالمية قاعدين يسوونها بأمريكا وبأوروبا. كنت مسافر في ألمانيا وشفت مطعم غريب من نوعه، تقريباً 50 متر الكيو، الناس صافين دور، وقلت لازم أشوف المطعم هذا شنو الفكرة مالته. وطلع أن تكنولوجيا ألمانية وما كل 3 مطاعم بألمانيا كان، وفتح المطعم الرابع والمطعم الخامس فتح اللي أنا فتحته بالكويت الحمد لله. بوبلو تكنولوجيا ألمانية بطعم كويتي، يقدم الأطباق عن طريق الرول كوستر. طبعا إنشاء المطعم كان من فريق ألماني مختص بإنشاء مثل هذا النوع من المطاعم رول كوستر. قعدوا 1.5 شهر بالكويت برمضان. طبعا الصناعة كانت بألمانيا بس الفريق الألماني يهني وثبت قطعة قطعة عندنا بالمطعم، وحرص أنه يكون طبعاً جميع القياسات أخذت قبل ما يتنفذ المشروع على الأسود. بالنسبة للمعدات المطبخ حرصنا أنها تكون من أرقى المعدات والجودة تكون عالية، لأن الفريق الألماني كان مهتم من A to Z طريقة المطبخ شلون صايرة، المعدات مات المطبخ، لأن آخر شيء راح تكون هذه سمعة الوكالة الألمانية وطبعاً حتى إحنا سمعتنا. فحرصنا أن تكون الجودة جداً عالية اختيار المعدات مات المطبخ. طبعا حتى المطبخ له مواصفات خاصه للسيستم هذا المطعم، لان مو نفس اي سيستم مطعم ثاني، سيستمه وايد مكلف، طريقه تحضير الطعام، اعداده، طريقه تقديمه، مثل ما انتم شايفين طريقه توصيل الاكل للطاوله للزبون، هم شغلات معده من المانيا، يعني مو معده بالكويت او تصنيع محلي او لا، كلها تصنيع هاي كواليتي مخصصة للمطعم هذا. طبعا بوبا لوب يعتبر اذكى مطعم بالعالم، ما يحتاج ويتر. طبعا الويتر بس يدخلك يقعدك على الطاوله وبعدين راح تشوفه اخر شيء ياخذ منك الحساب. اول ما يدخل الزبون المطعم كل طاوله تستوعب 3 جروبات او تعتبر 3 طاولات، يقعدهم على احدى الطاولات، يعطيهم كرت، الكرت هذا راح يكون الحساب فيه، يفتح لهم السيستم، يطلبون من الشاشة، المنيو يفتح لهم، المنيو موجود بالصور وبالسعر، في المقبلات، في الأطباق الجانبية، في الأطباق الرئيسية، في المشروبات، في عندك السويت.
طبعا اللي ميزنا عن المطاعم اللي بالمانيا اللي من نفس الرول كوستر ريستورانت بالنسبة للمنيو عندنا مقسم لعدة أجزاء. أن هني قدمنا أطباق جديدة حتى أهم عجبتهم الأطباق اللي إحنا نقدمها. الأطباق اللي قاعد نقدمها انترناشنال، عندنا من أكثر من مطبخ عالمي، عندنا المطبخ الأمريكي، المطبخ الإيطالي، المطبخ الهندي، المطبخ الإيراني أو المطبخ الخليجي. تنوع الأطباق وتطلب الأكل على طول يوصل للشيف، الشيف متواصل مع الزبون من غير ويتر. الشيف يقوم يعطي الشيفية الثانية الطلب شنو يتكون منه على طول، يتحضر الطلب فريش كله، ينطبخ، ينحط بالجدر ويرسله على طول لطاولة الزبون. المقبلات عندنا تبتدخل المطبخ الأمريكي، التشاينيز، الآسيوي، المطبخ الآسيوي والتشاينيز، وكل شيء موجود بالمقبلات. بالمنيو الرئيسي عندنا البرجر، عندنا الباستا، عندنا العيش، عندنا المرق، عندنا أكثر من نوع من المرق، مرق بامية، عندنا البتر تشيكن، عندنا العيوش، عندنا البرياني، لحم، ربيان، بياي، عندنا العيش زعفران، عندنا عيش باجلة. السويت دشينا احنا طبعا تقديمه اول مره يتقدم جدر، يعني مثلا الشوكليت كيك قدمناها بجدر، البان كيك قدمناه بجدر، الشوكليت فوندو قدمناه بجدر. الناس قاعد تقول ليش بجدر يعني، فاحنا مضطرين نحطه بجدر، بس طريقته حلوه وجديده مبتكره، لان طريقه تقديم الاكل لايك لازم يكون بجدر. طبعا طريقه التقديم هي الطريقة اللي طلع فيها الفكرة الألماني اللي صمم المشروع، طريقة ستان ستيل، جدور ستان ستيل، طبعا كلهم سيفتي 100%، يعني السيفتي هذا يعني معتمد من ألمانيا، مو احنا مبتكرين الطريقة او شغلة، لا مبتكرة من ألمانيا السيفتي وعليها كواليتي. الجدر هذا لو يطيح من مسافة 20 متر ما يصير فيه شيء. الجدر مصمم له الديفايز ماله البلاستيك اللي تمسكه مع الرول كوستر حتى يوصل، مخصص حقه يمسك بطريقه معينه، حمايه معينه، يوصل الاكل بنفس الحراره من المطبخ للزبون، بنفس الحراره توصل، ما تقل الحراره عن يمكن درجه واحده يمكن. مخصص بإحكام، تسكيرته بإحكام، فيكون حتى الأكل يكون فريش يوصلك، يرسله إلى طاولة الزبون عن طريق الرول كوستر. طريقة طبعاً بالرقم، كل زبون له رقم معين بالطاولة، ينحط كل طبق
عليه رقم كرسي الزبون وين قاعد. الزبون اللي شاف الطبق واصل بالرقم يقوم ياخذه ويبلش. الفكرة هذه بأوروبا طبعاً وايد كانت ناجحة بأوروبا، اعتمدوا اعتماد كامل على الزبون وهو يسوي كل شيء، ما يحتاج إنك أحد يقدم لك مثلاً الصحون أو الفاش أو السكاكين، لا أنت تخدم نفسك بنفسك بطريقة وايد سهلة وطريقة وايد يعني فريندلي. أنت مع اللي يمك، يمكن أنت تكون قاعد يم عائلة ما تعرفها بس لا شعوريا تساعدهم بطريقة من أي طرق، مثلا توصلها الجدر، دزله الصحن أو أي شيء، راح يكون وايد طريقته فريندلي مع العوائل اللي يمك. عقب ما تخلص يطالع لك الحساب، كم حسابك مثلا، اذا كنت 3-4 يطلع لك الحساب مجموعه، يعني انت عارف ايش كثر راح تدفع قبل ما تاكل. طبعا هذه الشغلات هذه طبعا مكلفه، بس انا ابي اللي يدخل المطعم ابي يحتار بالطلب، كل شيء متوفر له، ابي كل شيء يقول مشتهي كذي موجود بالشاشه. وقاعدين نطور هالشيء، يعني ممكن تقول كل شهرين قاعد نطور المنيو وناخذ اراء الناس، نشوف شنو المطلباتهم، شنو يبون من الاكلات الجديده او الاكلات الموجوده عندنا اللي مشتهينها موجوده بالمطعم يبونها بالمنيو نضيفها، ما في مشكله. المهم انه نرضي يعني الزبون شنو يبي نرضي. طبعا مساحه المطعم 250 متر، يتكون من سرداب وأرضي وأول. استيعاب المطعم تقريباً 80 شخص. طبعاً عندي 6 طاولات، كل طاولة تعتبر عن 3 طاولات مقسمة على 3 أجزاء، تشيل من 11 ل 15 نفر. يعني تقريباً إحنا قاعدين نقدم أكثر من 1500 جدر باليوم تقريباً استيعابنا. شيء طبعا كبير انه نقدم 1500. عندنا طبعا قاعده خارجيه منظر وايد حلو على النافوره، وقاعده وايد وايد شرحه، فيها تقريبا بحدود 20 طاوله، كل طاوله تشيل من 4-6 اشخاص. ونقدم فيها نفس الاكل اللي نقدمه داخل المطعم نقدمه برا ايضا، وبنفس الطريقه بالجدور وكذي. طبعا مجمع ديفون اللي فيها المطعم بوبالوب في أكثر من 20 مطعم، ومنافسة قوية هني، والحمد لله إحنا قادرين نسيطر على المركز الأول في جميع الأحيان، وإن شاء الله نكون على طول دائماً المركز الأول. المنطقة مستوعبة للطبقة الشباب أكثر، لأنها منطقة جديدة، منطقة شرحة، منطقة فيها جميع أنواع الأكل. مطعم بوبالوب تجربة فريدة، تقدر تاخذ عيالك او عائلتك او ربعك وتاكل اكل لذيذ، مطعم تكنولوجيا ألمانية غريبة، في لحظة ما راح تنساها بحياتك.